وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. مساء الخير دكتور. منذ بدء الأزمة ومحاولات أميرة دولة الكويت الشقيقة التي تقدرها الدول الأربع لحل الأزمة تصدم بتعنت النظام القطري وارتباكه وهروبه عن لب الأزمة، وهذا الارتباك تعكسه التصريحات السياسية والخطاب العالمي أيضا كما شاهدنا في التقرير السابق، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا وشكرا لكم على الاستضافة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين. نعم، إن هناك تصريحا واضحا لسمو أمير الكويت، وكانت فرصة سانحة للقيادة في قطر وللمنطقة برمتها أن تخرج من هذه الأزمة الحق الذي يتألم لها جميع شعوب المنطقة والعالم أجمع. حينما أعلنت أن قطر قبلت بالمطالب 13 أو بمعنى حول هذا، المفترض أن يكون هناك توجها مقابلا من قطر بأن تدعم مثل هذا الأمر، لأن الحقيقة مطالب الدول المقاطعة لقطر هي مطالب منطقية وعقلائية، والحقيقة هي منطلقة من واقع ألم ومعاناة عاناها دول المنطقة من ذلك، والإرهاب العالمي كذلك، والمطالبة الدولية ليست دول المنطقة فقط أو الدول المقاطعة فقط، ولكن الدول المقاطعة لأنها هي تنبع من الخليج العربي وهي جزء من الخليج العربي أو اتحاد مجلس التعاون الخليجي. فلذلك رأوا مسؤوليتهم أن يكون المجرم هو الذي يتبنى جرمه، هو الحق الذي يتحمل تبعات هذا الجرم. فكانت الحق هناك مناسبة قوية جدا لفك الاختناق وإراحة شعوب المنطقة وإراحة المنطقة من مؤلات ستحدث. الحقيقة من كان في قلبه مثل هذا الشعور الحقيقة أن يكون هناك تدخلا عسكريا، هو الحق من جلب القوات وأدخلها. لم نرى جيوشا أعدت على حدود قطر أو راجمات صواريخ نصبت. الحق أن هناك استدعاء لقوى خارجية عن المنطقة بسكناتهم العسكرية إلى الدوحة أو منطقة أو دولة قطر. نعم دكتور، هذا نعم. ينبي تفضل. هذا ينبي الحقيقة عن أن مثل هذا الشعور لدى أهل قطر هو الحق، يريدون تأزيم القضية وتكبيرها، والحق الخروج والبقاء في هذه المشكلة، لأنه حينما تنجلي ينكشف الغطاء تماما، وهو الحق لا يريدنا هذا الكشف أبدا، لأنه بذلك ستنتهي كثير من الدعاوى التي يدعون بها. نعم. دكتور، بعد تصريح أمير الكويت أكد وزير الخارجية القطري رفض بلاده للحوار بخصوص المطالب 13 إلا برفع الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بشكل قانوني. ألا يؤكد ذلك على استمرار النظام القطري في المراوغة والتهرب من تنفيذ تلك المطالب؟ هو الحق كيف جعلت هذه المطالب إلا حينما الحق قوطعت، لأن المطالب عند استحكامها واستبانتها الحق أصبح الوضع لا بد أن يكون هناك مقاطعة لدولة قطر. المطالب هي الحق، هي المطلب الأساس، وبعد ذلك يكون الحديث. هي المفترض الاعتراف بهذه المطالب والموافقة عليها والرضوخ لها رضوخا تاما هروبا من أمر سيحدث مستقبلا. الحق ليست القضية عسكرية وإنما ميدانة دولية. الحق أن هناك جرم. الحقيقة جميع الدول هي الحق ستطالب بإزالة الظلم. هذه الدول الحق وقع عليها ظلما وجرما واضحين، وهي الحق لا يمكن التملص من هذا الأمر. فهذه المطالب هي الحق أقل ما يمكن قبوله. كما ذكر سمو أمير الكويت أبو ناصر حفظه الله، نعم، قال الحق لا أحد يتعرض للسيادة. ومن يتعرض للسيادة؟ المملكة العربية السعودية تتعرض للسيادة ولا غيرها من الدول؟ هي الدول محفوظة أصلا، وإنما هذه المطالب واضحة أن هناك سبب سوء لهذه الدول فأرادوا الحق إزالتها. بأقل تقدير ممكن هذه المطالب 13 أن تمضي، وعندما يكون هناك جلوسا بعد المقابلة سيكون هناك تشذيب وتهذيب، والحق سيكون هناك الحق محور لكثير من الأشياء التي ممكن أن يتفق عليها الجميع. الحق أن الخليج العربي هم أخوة، نعم، وأهل ومجتمع واحد. الحق لا يمكن أن يرون ضيما سيقع على قطر ويساعدونه، ولكن هناك الضيم
الذي استحكم على الجميع هو وجود هذا الجرم الذي أدير خلال 20 سنة في من السياسة في قطر ومن الإعلام الحق الذي اختطف كل شيء. مع الأسف أن نرى السياسة تتراجع من خلف الإعلام ونرى الإعلام هو الذي يسير الأمور. نعم. في هذا الوقت الحق الذي نرى فيه الحقيقة المفترض القائد الفذ الذي يخرج شعبه وأمته من سوء سيقع عليهم، نرى في القيادة في قطر المفترض هذا هو وقتها وهذه الفرصة السانحة لهم في هذه الواسطة الحقة إن لم يكن هناك إحراجا لدولة الكويت. نعم دكتور، عفوا دكتور، العمل إحراج دولة الكويت. نعم عفوا دكتور، ما هي وجهة نظركم بخصوص الخيارات المتاحة للنظام القطري بعد دعوة الدول الأربعة والوسيط الكويتي أيضا المجتمع الدولي إلى حوار غير مشروط مع استمرار النظام القطري في وضع الشروط والتهرب من الحوار وحل الأزمة؟ هو يا سيدتي الفاضلة الآن الحقيقة هو معناتها أن هؤلاء هم المتجنون عليهم، يعني معناتها حينما أجلسوا إلى حوار بدون شروط. نعم. معناتها أن هذه الدول متجنية وهذه تصرفات تعسفية، وهو الحق غير ذلك. سمع الناس وظهر من الإعلام وظهر من واقع الحال وظهر من المثبتات أن هناك، وحتى في نفس تصريحات دولة قطر وسياسة قطر هناك اعتراف ضمني بالحق على قطر، هناك اعتراف ضمني من الساسة في الحق الذي لزم قطرا، هو نفسهم أنفسهم يعترفون بهذا الأمر، فكيف يكون بدون شروط؟ يعني أنا الحقيقة استغرب هذا الأمر حينما صرح وزير خارجيتنا وفقه الله أن هناك الحقيقة قضايا يجب أن تحل ولا هناك شروط مسبقة لهذا الأمر، هو الحقيقة أقل ما يمكن أن يسمح به فيه سياسيا لهذا الأمر، لأن هناك قضايا الحقيقة واقعة ومحقة يجب الاعتراف بها ويجب الرضوخ لها رضوخا. نعم. تاما، والجلوس على طاولة المفاوضات بعد ذلك، وهذا الحقيقة هذا الذي يجب أن يكون، هو ليس هناك مخرج إلا أن يكون. نعم. هناك هروب. نعم. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.